شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ثم اماته فاقبره كان حديثنا يدور حول ماذا يجري في القبر وتناولنا فيما مضى مبحثين المبحث الاول ما هو معنى القبر المبحث الثاني تسجيل الاعمال في القبر اما المبحث الثالث فهو يدور حول السؤال في القبر هذه المرحلة، كما يبدو من بعض الروايات، تعقب مرحلة تسجيل الأعمال، يعني المرحلة الأولى في القبر هي ان كل واحد منا يسجل جميع اعماله التي عملها في حياته وبعد هذه المرحله تاتي مرحله السؤال في هذا الموضوع هنالك عده مباحث المبحث الاول متى يبدا السؤال في القبر المبحث الثاني من الذي يسال الميت في القبر المبحث الثالث ما هي المفردات التي يسال عنها في القبر فهذه ثلاثه مباحث نحاول ان نعرض لها باذن الله تعالى في هذا الحديث المبحث الاول متى يبدا السؤال في القبر الشيء الذي يبدو من بعض الاحاديث الشريفه ان مرحله السؤال تبدا بعد رجوع المشيعين المشيعون لا يبقون الى النهايه عند قبر الميت ولعلكم رايتم في بعض الاحيان عندما يكون الحر شديدا او يكون البرد شديدا المشيعون يحاولون ان يرجعوا في اسرع وقت وحتى اقرباء الميت هل يبقون عند القبر الى النهايه واذا فرضنا انهم بقوا عند قبر الميت الى النهايه فما الذي يجدي هذا الميت وما الذي ينفعه بعد ان يرجع المشيعون تبدا مرحله السؤال في القبر في نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع يمكن كثيرون يشتركون في التشيع ولكن بعضهم هم المتفجعون اولاد الميت اقرباء الميت الذين تربطهم بالميت علاقات حميمه هؤلاء هم المتفجعون وهؤلاء عاده يبقون اكثر ولعله لذا قدم مشيع على المتفجع حتى اذا انصرف المشيع ورجع المتفجع اقعد في حفرته ما معنى هذا الاقعاد ان شاء الله ياتي في مباحث قادمه اقعد في حفرته نجيا، حالة نجوى، مثل حالة النجوى، كأن هذه كناية أو عبارة أخرى عن المساءلة الخفية، لأنه هذه المساءلة لا يمكن عادة لأحد من الأحياء. ان يطلع عليها نجيا مثل حاله النجوى اقعد في حفرته نجيا لماذا لبهته السؤال البهته هي الحيره الميت يتحير ماذا يجي الوالد رحمه الله في نهج البلاغة في شرحه على نهج البلاغة يقول: إن هذه الحيرة نابعة من أنه يصدق أو يكذب، إذا يصدق يعذب، وإذا يكذب يفتضح، لبهتة السؤال: وعثرة الامتحان. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني: من الذي يسأل الميت؟ الجواب معروف، أنهما ملكان يطلق عليهما منكر ونكير. هؤلاء هما اللذان يسالان الميت الشيخ المفيد رحمه الله تعالى عليه له كتاب بعنوان تصحيح الاعتقادات يذكر قولا عن بعض الاخبار أن هنالك ملكين آخرين منكر ونكير ومبشر وبشير. العبارة إذا رجعت إليها في كتاب تصحيح الاعتقادات مذكورة في صفحة تسعة من الكتاب ولكن العلامه المجلسي رحمة الله عليه ينقل كلامه في البحار في المجلد السادس صفحة 280، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه يقول: "وقيل في بعض الأخبار: إن اسمي الملكين الذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير فالكافر له منكر ونكير والمؤمن له مبشر وبشير ولعله هذا المعنى ايضا يظهر من دعاء في الصحيفه السجاديه لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الامام السجاد يقول: وملك الموت واعوانه ومنكر ونكير ومبشر وبشير ورومان فتان القبور الذي تحدثنا حوله حول مرحله تسجيل الاعمال والطائفين بالبيت المعمور ولكن الشيء الذي يمكن ان نستظهره من مجموعه الاخبار ان هذا التعدد لا يعتبر تعددا في الذات وانما هو في واقعه تعدد في الصفه يعني هنالك ملكان فقط بنكر ونكير ولكن هيئتهما تختلف صفتهما تختلف عندما يدخلان على المؤمن يدخلان بهيئه طيبه ويبشرانه او تكون هيئتهما هيئه مبشره ولذلك يطلق عليهما مبشر وبشير اما عندما يدخلون على الكافر او الذي لم يتم ايمانه فيدخلان عليه بهيئه منكره وهيئه مرعبه ولذلك يقال لهما منكر ونكير اذا احببت الاحاديث التي يظهر منها ان التعدد هو تعدد صفوي لا تعدد ذاتي الأحاديث في بحار الأنوار كثيرة ومن جملة هذه الأحاديث في صفحة 233 من بحار الأنوار من المجلد المذكور حديث ستة عن علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ان العبد اذا ادخل في حفرته اتاه ملكان اسمهما منكر ونكير فاول من يسالانه عن كذا وكذا وكذا فان اجاب نجا

مجموعه هذه الاحاديث ولعله هنالك احاديث اخر تدل او يستظهر منها ان هذا التعدد تعدد في الهيئه وتعدد في الصفه لا ان هنالك اربعه من الملائكه ويظهر من روايه ان هنالك نوع من الرابطه بين رومان وبين منكر ونكير بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه لاحظوا هذا الحديث ان رومان الملك الاول ان علم ان الميت من اهل سعادة والخير أخبر منكرا ونكيرا ليرفق به وإن علم أنه من أهل الشقاء والمعصية والعياذ بالله أخبرهما حتى يشدد عليه السخط والعذاب البحث الثالث عن ماذا يسال الميت في قبره الشيء الذي يظهر من الاحاديث الشريفه ان هنالك مرحلتين مترتبتين في السؤال والمرحله الاولى هي اهم من المرحله الثانيه ولذلك تقدم في السؤال المرحله الاولى هي السؤال عن العقيده العقيده جدا مهم العقيده هي البنيه التي تبنى عليها جميع البنى الفوقيه ما هي عقيدته النبي الاعظم صلى الله عليه واله في المرحله المكيه عاده كان عمله تركيز العقيد وشيئا فشيئا جاءت التفريعات والتشريعات المرحله الاولى في السؤال هي العقيده والمرحله الثانيه في السؤال هي العمل ماذا عمل في حياته هذه الروايه مرويه عن الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نقتطع جمله منها الإمام يقول في هذه الرواية: «واقتحم عليك فيه ملكاك» اقتحام، الاقتحام كأنه معناه الدخول بلا استئذان، مرة واحد يجي إلى بيتكم يطرق الباب ويدخل، ومرة يقتحم حالة منكر ونكير، حالة اقتحام في القبر، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك. هذا يسأل من كل واحد واحد منا، أولاً عن ربك الذي كنت تعبده، الإله الذي كنت تعبده من هو؟ الله أو إله آخر، ثانياً وعن نبيك الذي أرسل إليك، من هو نبيك الذي تؤمن به؟ هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله أو هو نبي آخر ثالثا وعن دينك الذي كنت تدين به الإسلام المسيحية اليهودية رابعا وعن كتابك الذي كنت تتلوح القرآن أو كتاب آخر خامسا: وعن إمامك الذي كنت تتولاه، من هو الإمام؟ إمامك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أو إمام آخر؟ هذه النقطة الأخيرة قبل أن نتلو بقية الحديث يجدر ان نتوقف عندها قليلا لان الشيء الذي يبدو ان كثير من المسلمين ممن يتشهد الشهادتين الان لا نريد ان نقول انهم بالملايين ولا نريد ان نقول انهم مئات الملايين، ولا نريد ان نقول انهم عشرات الملايين، كثير من المسلمين، هذه القضية قضية الإمامة، لا يولونها الاهتمام الكافي. مع ان هذه القضيه قضيه محوريه في القبر وفي مواقف القيامه نحن نتوقف قليلا عند هذه القضيه المهمه قضيه امامك الذي كنت تتولاه من كان هذا الامام نتحدث في نقطتين على نحو الاختصار الشديد والا هذا البحث يحتاج الى مجلدات من البحث البحث الاول يكفي في اهميه قضيه الامامه انها تمثل الحد الفاصل بين أن يموت الفرد ميتة إيمانية أو يموت ميتة جاهلي قضية الإمامة وقضية معرفة الإمام تمثل هذا الحد الفاصل. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام كانت هذه وصيته "وَوَصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نبي الله يوسف، لاحظوا سوره يوسف، اخر مقطع في قضيه يوسف النبي. على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. آخر مقطع عندما يبين دعاء نبي الله يوسف يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. واحد يموت ميته اسلاميه او يموت ميته جاهليه، ما هو الحد الفاصل فيما بينهما؟ الحد الفاصل هي قضيه الامامه، فهذه القضيه ينبغي ان نهتم بها. أن نعتني بها، المسلمون يجب أن يهتموا بهذه القضية. الذي يدل على أن قضية الإمامة هي الحد الفاصل إذا أحببت راجعوا كتاب شناخت إمام في هذا الكتاب يذكر ان هذا الحديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه وفي بعض الاحاديث مات يهوديا او نصرانيا حتى اذا يعتقد بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله ولكنه لا يعتقد بالامام هذا يموت يهوديه يموت جاهليه في هذا الكتاب يذكر سبعين مصدر من مصادر علماء السنه لا من مصادر الشيعه بألفاظ مختلفة تبين هذه الحقيقة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي التواتر قد يحدث بثلاثة أخبار ربما يحدث بأربعة أخبار فكيف بهذا الكم الهائل من المصادر التي تحتوي هذا الحديث؟ هذا من كتب العامه المذاهب الاخرى غير الشيعه، وفي كتب الشيعه العلامه المجلسي رحمه الله عليه في بحار الانوار جزء 23 صفحه 76 فما بعدها ينقل هذا الحديث باربعين طريق بمضامين متعدده والفاظ مختلف اذا هذه الحقيقه حقيقه ثابته حتى اذا واحد يعتقد بالنبي الاكرم صلى الله عليه واله حتى اذا يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام ولكنه إذا لم يعرف الإمام الواقعي هذا يموت ميتة جاهلية أذكر ثلاثة أحاديث ينقلها ذلك الكتاب ويذكر مصادرها الرواية الأولى في مسند أبي داود من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. الرواية الثانية في كتاب الجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، الجمع بين الصحيحين للحميدي، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في كنز العمال من مات بغير إمام. مات ميتة جاهلية، هذه هي النقطة الأولى، النقطة الثانية، من هو الإمام؟ إذا أردنا أن نعرف من هو الإمام، الإمام يعني العالم الذي ترجع إليه، هذا هو الإمام، الذي يمثل الحد الفاصل. هل الامام هو امير الجماعه التي تنتمي اليها؟ الان متعارف كل مجموعه ينتخبون امير ويعتبرون يبايعون ذلك الامير ويدينون له بالطاعه، هذا هو الامام. من هو الامام؟ النبي الأعظم صلى الله عليه واله ما ترك هذه القضية بلا تحديد، تحديدات كثيرة، ولكن أكتفي بحديث واحد، هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم وروته كتب العامة في مصادر كثيرة، بألفاظ مختلفة النبي الأعظم صلى الله عليه واله يحدد الأئمة، صحيح البخاري هذا أهم كتاب عند بقية الفرق الإسلامية، حديث رقم 7222 عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله يكون اثنا عشر اميرا، اثنا عشر، فقال كلمه لم اسمعها، الراوي يقول جابر، فقال ابي انه قال كلهم من قريش، هؤلاء الائمه الاثنا عشر، صحيح مسلم عن جابر: دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه واله، كلمة اله مني، حتى لا تكون الصلاة بتراء. فسمعته يقول: ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. صحيح مسلم وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه واله: لا يزال امر الناس ماضيا ما وليتهم اثني عشر رجلا الى اخر الحديث. صحيح مسلم: لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه. مسند أبي داود لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة أحمد بن حنبل يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة عبارات أخرى في مصادر متعددة لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا عبارة ثانية يكون لهذه الامه اثنا عشر قيما لا يضرهم من خذلهم ليش لا يضرهم لان القضيه لعله مو قضيه مرتبطه بالمجتمع قضيه الهيه اذا القضيه مرتبطه بالمجتمع انتخاب حاكم تنتخبه يضره من خذله ولكن اذا القضيه قضيه الهيه لا يضره من خذله في احاديث كثيره اثنا عشر كعده نقباء بني اسرائيل من هم هؤلاء الاثنا عشر الآن جميع الطوائف الإسلامية مدعوة للإجابة على هذا السؤال هؤلاء الإثنا عشر الاعتقاد بهم يشكل الحد الفاصل بين الإسلام والجاهلية من هم. روحوا أسألوا علمائكم من هم هؤلاء الاثنا عشر؟ عندهم إجابة؟ روحوا إلى عشرة من العلماء، علماء المذاهب، قولوا لهم من هؤلاء الاثنى عشر؟ اكتبوا أجوبتهم، شوفوا يتحدون على جواب واحد. اكو هنالك قضية تنقل أن أحد الملوك الحكام أو شبه الحكام، كان له مقام اجتماعي، يوم من الايام بلغه هذا الحديث. حديث الائمه الاثني عشر، من هم هذول؟ اشلون ملايين المسلمين لا يعرفون من هم الائمه الاثني عشر؟ عشرات الملايين من المسلمين لعله لا يعرفون من هم الائمه الاثني عشر؟ لا ينطبق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله أنا لا أقول النبي يقول مات ميتة جاهلية هذا ما يشكل جرس انذار فكر من هؤلاء قال أفضل شيء نجمع علماء المذاهب لكن منفردين واحد واحد طلب الأول قال له هذا الحديث الذي يقول: الأئمة بعدي اثنا عشر، النبي صلى الله عليه واله قال ذلك. من هم هؤلاء؟ قال: نعم. في جميع الأجوبة الخلفاء الأربعة على المصطلح بسرعة كانوا يذكرونهم. الاربعه الاوائل فذكر ابو بكر عمر عثمان علي بن ابي طالب معاويه ثم توقف قال له ثم من السادس قال عبد الملك ابن مروان طفرة هنا أكو دول اللي كانوا في الفترة بين معاوية وعبد الملك منو كان إمام زمانهم طفرة هنا. نأكل. قال ثم من طفرة قال عمر ابن عبد العزيز. قال ثم من قال أبو العباس السفاح المنصور هارون الأمين المأمون المأمون اللي قتل الأمين ووضع رأسه على باب قصره وأمر كل واحد يجي أن يبصق في وجهه ويتفل عليه ويلعنه ذول اللي بهم يكون الدين عزيزا قائما 12 قال له اكتب ذول ال كتبهم ذهب العالم الاول طلب العالم الثاني قال له هذا الحديث صحيح قال نعم هذا حديث متواتر انا اقول حتى البخاري راوي هذا الحديث البخاري اللي له تلك النظره المعروفه في الحديث راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة حتى تشوفون كيف كان البخاري يغربل الأحاديث غربل وليش كان يغربل هذا مو مقامه قال نعم هذا حديث متواتر قال من هم فأسرع قال أبو بكر عمر عثمان علي توقف. قال ثم من؟ قال ثم عمر بن عبد العزيز، فالطفره تاريخيه كبيره. قال ثم قال المنصور، قال ثم قال هارون، الامين، المعتصم، المعتمد، المستعين، المتوكل. طلب العالم الثالث. قال من هم ذكر الاربعه الاوائل وترك ذكر بني اميه مطلقا هؤلاء الذين سودوا صفحات التاريخ هذا متهجم هذا واقعيه تاريخيه هذه واقعيه تاريخيه وثمانيه من بني العباس الاربعه الاوائل وثمانيه من بني العباس الإجابات أي توافق ماكو بينها ثم طلب العلماء قال هاي شنو إجاباتكم شنو هذا التناقض علماء ما يعرفون من هم الأئمة الاثنى عشر شنو هذا التناقض وقال إني وجدت مذهبا واحدا يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث اخذوا حساب الاحتمالات الموجود في علم الرياضيات وطبقوا هذا الحديث على اي احتمال. لا تجدون الا احتمالا واحدا يمكن ان ينطبق عليه هذا الحديث وهم الائمه الاثنى عشر، اولهم علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. واخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجا <applause> الان هذا بحث عرضي الفخر الرازي في تفسيره الكبير حول بسم الله الرحمن الرحيم في المجلد الاول يقول قال فلان كذا لان خلافات اكو بين المذاهب في البسملة، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، واما علي بن ابي طالب فيقول كذا، وقد قال النبي صلى الله عليه واله، كلمة اله مني ومن أخذ دينه من علي فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا مو من علماء الشيعة إحنا أنا جيد أذكر قضية قضية الأئمة الاثنى عشر مو فقط موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة بل هي موجودة حتى في التوراة، احنا ما نقرأ في القرآن الكريم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أو عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. التوراة والانجيل احتويتا على البشارة بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله. كذلك كما احتوت على ذلك احتوت على البشارة بالائمة الاثني عشر. في سفر التكوين. إصحاح 17 رقم 2018 هذه العبارة وإسماعيل أباركه وأكثره جدا جدا إثنى عشر إماما يلد وأجعله أمة كبيرة اكو هنالك قرائن تدل على ان المراد الائمه الاثنا عشر الان تفصيلا ندعه لمجال اخر أكو هنا كلام لطيف يقوله ابن تيمية إذا تحبون المصدر راجعوا كتاب البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 250 اليهود المسيحيين قارين في كتبهم انه سوف ياتي نبي في اخر الزمان وله اثني عشر خليفه بعضهم كثير منهم كثير من اليهود الذين لم يكونوا معاندين اسلموا كثير منهم اسلموا ولكن ذهنيتهم تبحث عن تلك الضالة هذا النبي الأخير من هو خلفاؤه الاثنى عشر المذاهب الأخرى ما إلهم جواب من هم الخلفاء الاثنى عشر عبارة ابن تيمية يقول ابن تيمية في تعليقه على حديث الائمة الاثني عشر: (وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر) قد غلط كثير ممن تشرف بالاسلام، كثير من الذين اسلموا غلطوا. فظنوا انهم الذين تدعو اليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. قد غلط كثير ممن تشرف بالاسلام. ليش هذا غلط؟ ماكو جواب اخر. الاحتمال الوحيد هو هذا الاحتمال. ناهيك عن الروايات التي هي بالمئات في كتب الفريقين، التي تبين حتى بعضها اسماء هؤلاء الائمه الاثني عشر، هذا في القبر الروايه تقول في المرحله الاولى: وعن امامك الذي كنت تتولاه وفي القيامه ايضا في مواقف القيامه الله تعالى يقول يوم ندعو كل اناس بامامه فواحد يجب ان يعين امامه الذي يرضاه الله هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ثم في هذا الحديث نعود إلى حديث الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، "ثم عن عمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته فخذ حذرك وانظر لنفسك" وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار. لا بأس أن نذكر هذه الرواية أيضا، الرواية في البحار في صفحة 242 أن الإمام الرضا صلوات الله عليه رواية 61 ورواية 62، نقرأ الرواية الثانية، عن يونس قال دخلت على الإمام الرضا عليه السلام فقال لي مات علي بن أبي حمزة، هذا كان من أقطاب الوقف الواقفية. وأنكر إمامة الإمام الثامن، الإمام الرضا -صلوات الله عليه- طمعًا في حطام الدنيا. كثير من هؤلاء الذين لا يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر يصرحون يقولون: "مصالحنا في خطأ". إحنا إذا آمنا، وضعنا الاجتماعي يختل، راتبنا ينقطع، وظيفتنا تنتهي. الإمام الرضا يقول ليونس مات علي بن أبي حمزة قلت نعم قال قد دخل النار طبيعي النبي ما دام يقول مات ميتة جاهلية طبيعي يدخل النار قال ففزعت من ذلك قال يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي الإمام السابع الإمام الكاظم الثامن منه فقال لا أعرف إماما بعده مع وضوح الدلائل أنكر فقيل لا ما تعرف مع هذه الدلائل ما تعرف فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا العم حفظه الله نختم بهذه القضية كان ينقل عن الجد رحمة الله عليه طبعا هذه القضية تحتاج إلى بيان إن شاء الله أؤجل بيانها إلى مكان آخر كان يقول الفرد في قبر يجب أن يكون له مع الله تعالى كلام صدق احنا يمكن والعياذ بالله واحد يكذب على الاخر ممكن الكذبه تعبر في هذه الدنيا ولكن على الله تعالى لا تعبر الكذبه الله تعالى في ايه يقول "قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، الفرد يجب ان يكون له في قبره مع الله سبحانه وتعالى كلام صدق. هاي الاشياء اللي احنا نعملها هذا يحتاج الى تفصيل، كثير منها ما يمشي على الله سبحانه وتعالى. الاعمال التي نقوم بها كثير منها ما يمشي على الله تعالى اعمالنا كثير منها يمكن ان تكون مشوبه والعياذ بالله اخلص العمل الله قال لموسى فان الناقد بصير بصير فعلت كذا الله يقول ما فعلته لاجلي ما فعلته لاجلي المحرك الواقعي شنو هو عندنا اطمئنان واقعا هو الله سبحانه مو مشوب اذا فرضنا واحد عند شجاعه قال ابدا اعمالي مو مشوبه كلها خالصه مئه بالمئه لله سبحانه وتعالى جيد عبرنا مرحله ولكن واحد مطمئن انه لم يات بما يحبط اعماله عند اطمئنان حبطت اعمالهم في القران الكريم بحث الحبط بحث مطول في علم الكلام احباط مطمئن أنه مضافا إلى شرائط الصحة عند شرائط القبول ثم فرغنا من كل هاي المراحل هل ما نقدمه يكفي للمرحلة التي تنتظرنا فدمرنا قلنا لكم ذاك اللي جاء للملك جرة من ماء المطر أو إناء وكان كان فرحة الملك ما قال له شيء الطالة جائزة بعدين عندما خرج مر على نهر الدجلة، ما كان يرى نهر فذاب خجلا هذا جايب هدية للملك وهذا الملك على نهر الدجلة شنو قيمة هذا العمل شنو قيمة هاي الهدية؟ أنا قرأت في بعض الكتب التاريخية بلقيس عندما أرادت أن تعطي هدية إلى سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أحمال من الذهب على الآبال أو ما أشبه ذلك جاءوا فد هدية عظيمة عندما وصلوا كما في هذا الكتاب التاريخي إلى أرض سليمان وجدوا أن كل أراضيه ذهب بالمعجزة لعله فأسقط في أيديهم واحد اللي كل أرضه ذهب وفرضوا ألوف الكيلومترات تعالوا تطول الطن من الذهب او عشرة اطنان، شنو قيمته؟ فاسقط في ايديهم ماذا يفعل افرضوا العمل ما بخلل، ما بجميع بيشا... شرائط الصحة، بجميع شرائط القبول، حابط لم يتم. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب على قبر سلمان: وفدت على الكريمة بغير زاد اذا سلمان يكتب على قبره مثل هذا احنا ماذا نقول؟ نعود الى كلام الجد هذا كان للتوضيح كان يقول في القبر واحد يجب ان يكون له كلام صدق مع الله سبحانه وانا عندي ثلاث كلمات صادقه مع الله تعالى الكلمه الاولى الايمان بالله أقول يا الله أنا مؤمن بك إيمان عمق القلب الكلمة الثانية الولاية لأئمة أهل البيت صلوات الله عليه هاي الكلمة الثانية وعن إمامك الذي كنت تتولى هذا أي شائب ما بي والكلمة الثالثة البراءة من أعدائهم هذه ثلاث كلمات. القرآن يلعن الظالمين. لعنة الله على الظالمين. بحث البراءة يحتاج إلى بحث آخر. من أعداء الله وأعداء النبي الأعظم وأعداء أهل البيت الطاهرين. صلوات الله عليهم. ثلاث كلمات. الإيمان بالله الولاية للنبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين. البراءة من أعداء الله وأعداء النبي وأعداء أهل البيت الطاهرين أملي في هالكلمات الثلاث مو لم يعمل في حياته عمل في حياته صلاته صومه كذا طلب للعلم خدمته لأهل البيت كلها في مكانه ولكن الأمل الواقعي في هذه الكلمات الثلاث الإيمان بالله الولاية للنبي الأعظم وأئمة أهل البيت والبراءة من أعدائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بي وبين نور